إذا تقصى مرايا تتكلم مرايا تتكلم. قلت عنه مثل ما يحك يا بوشة طويل عنده كشير البيت ما صوش موشك على دعوة يروح الدار بيت جهمة كشير شبتها يروح دعينا القني أعظم منه داره تحت اي يروح دعينا القاها أعظم ترسيك جسو بي نزيش ما يبحث من تدخل في حالة أحباط ويأس الوين اختار يروح حتى يلقين ملوح هو اللي يضحك علي يبلشوا اي هو يمشي للمرمى والدين ولا حاجه يجي ساعة البابا عنده شهادة يطلبوا عليه الفلوس الدواء بالفلوس يشري له قايم بالعيل شنو اللي تطلبيه؟ ها؟ شنو اللي نطلب تعطي خديمة لوليداتي الآخرين حتى وحيد منه هذاك هو تحسين الناس ما عندناش ونشوفوا برا شوف الدار هذيك تصب لنا وتكثر الناس كل دايره هنا واقفه هنا في البلاصه هذيك وصل عمره 40 سنة ومسكين لوج على خدم مشى طالب بالخدم في الولاية مشى قابل مسؤولين مشى حكى بكل أسلوب راقي لكن ما وفرولوش الخدمة هذه أصلا اللي نتلز في الدار متاعه وقت تشوفه في الديار وكيف من هكا معناه وقت اللي حتى وقت اللي تصب المطر تلقى الباب والأم والإخوة خايفين قاعدين وخايفين تطيح عليه حتى عمل مطلب عمل كذا لمن وصل صوته خلاص يعني هو ما طلبش حاجه اكثر من حقه طلب خدمه باش ربما تنقذوش من الوضع هذا ويعيش مستور حتى مع باباه وعائلته الوضع تشوف الحاله ما عادش هو اللي يخدم علينا خدام رمى ما طالبين شيء تعب مسكين وصل تقهر بحياته مسكين تظلم بالحق داره مسكين يجري على السونيد مسكين هذا نجروك هذا نجروك هذا شوف ما جا حتى واحد هانسو محروق خويا تعدوا من السبيطار محروق تعدني محروق خويا إذا تقصى مرايا تتكلم مرايا تتكلم.